ولكن شي حاجه واعره مليون و 60 فيها اكثر من كتشري اونسومبل رقيق. او تلبسو تقدر هذا مع جلابات تلبسو، تقدر مع تكشيطات تلبسو، يعني مع اي حاجه تلبسو للدوام وتلبسو للمناسبات. 10300 درهم، مليون و 6000 مليون و 6000 ريال، 1030 ديال الاورو. غنحيدو هذا عاوتاني، غندوز لكم واحد اخر. غنوريكم واحد المنقوش، هانتوما نعبرو بعدا شحال الثمن ديالو كامل وشحال بلا سلسلة، حيت السلسلة تقدر تحيدها إلا ما عجبتكش السلسلة، يعني هنا غير كنديرو نركبو الموديل وانت اختار اللي بغيتي. عندي هاد مولاي السلطان، هذا هاد التخرة البلدي الحر. اختي بالنسبة للي باغا تقول ميطروات ديالها، راني دوزتها الكرامات ديالها دوزي عندي الواتساب باش ندو باش تخليوني فين ندوز لكم لي زارتيكل الاخرين. عندي هاد لونسومبل كامل كيف كتشوفوها هانتوما بهاد السنيسلة هادي، حويلقات هاكو ديال التخرة الذهب الاحمر، براسلي بحال هكا، براسلي كيتحلو يتسد، يعني كيتسلو يتسد ماشي دمليج، خاتم كيف كتشوفو هكا ومدوبل، التعليقة ما شاء الله كبيرة، هانتوما شوفو غير في سبعاني فين واصلة الحجم ديالها. بغيت نعطيكم حتى بالنسبة للبنات اللي بغي يعرفوها قداش تكون بالضبط، يتصلو بيا بالواتساب ونعبرالهم بالمسطرة شحال فيها من سنتيم، هانتوما شوفو واحد السلسلة فيها غزالة، اللي ما عجبتكش السلسلة وبغيتي تحيدها تقدر تحيدها، السلسلة بوحدها إلا بغيتيها بوحدها كدير 4000 و 300 درهم، 86000 ريال. هانتوما 86000 ريال كدير السلسلة غير بوحدها اللي بغاها، حتى اللي بغاها بوحدها ممكن تباع بوحدها، اللي بغاها مع لونسومبل غتبقى بمليون و 64000 ريال، مليون و 64000 ريال لونسومبل بهاد السلسلة هادي، مليون و 64000 ريال هاد لونسومبل ديال التخران. هانتوما مليون و 64000 ريال بهاد السنيسلة، السنيسلة بوحدها كدير 4300 درهم إلا بغيتي تحيدها من الثمن، يعني مليون و 64000 ريال غتنقصها من 86000 ريال، غيعطيك ثمن غير لونسومبل بلا سنيسلة، و بغيتي تاخد منو جوج بياسات ممكن ماشي بالضرورة تاخدو كامل. دوزي عندي ختي ختي واتساب و نعطيك الثمن، نطلب اللوطا بثمن مزيان، قولي لي واش بغيتي الخضر ولا الاحمر ونعطيك ثمن مزيان. وغندوز لكم دابا الاحمر ديالو، نوريكم البلوطه في حجره حمراء، بالنسبه للناس اللي عجبها اللون الاحمر حتى هو متوفر في البلوطه. اول حاجه غنعبروه باش نشوفوا الثمن ديالو، هذا كيتقام مليون و 18000 ريال، مليون و 18000 ريال، مليون و 18000 ريال لونسومبل ديال البلوطه في حجره حمراء، السلسله خلاص ديال كورمي، السلسله راه غتشوفوها عندي بزاف لي لايف، حيت صراحه هاد الله هي كنعتمد عليها هي الاولى من السلاسل الاعزائي في الشوبار، هادو السلاسل ديال الدواب، البنات هاد 69 ما كرهناكمش كاملين 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 البنات، كنأكد على كاملين، كل وحده تعطينا ملي كتشوف اللايف ديالنا، يلاه باش نعرفوا المدينه اللي كتشاهد بزاف معنا لي لايف، الناس اللي حاضره معنا، هانتوما. هذا مليون و 18000 ريال، 10900 درهم،
1090 ديال الاورو اونسومبل باللوطه خضراء حمراء وهاد الخضراء عاوتاني هذا 1,018,000 ريال تكون فيه الخضر وفيه الحمر الحمر راني عطيتكم الثمن ديالو قبل شنو غنديز لكم دابا راه كنحاول ندير شويه هكا وشويه هكا بالنسبه للناس اللي كتبغي شي حاجه كبيره ها هو خاتم مارياج في المستعمل ب 420 درهم للغرام ثمن خيالي كي جا الثمن كاع ما عمرك تسمع اخر ثمن سمعتي 420 درهم سمعتي 3 سنين هذه ولا 4 سنين سمعتي دابا 420 عندهم جوات غزه عندها كيحيي لكم كلشي غايجيو الناس غايقول فيه الحجر وي فيه الحجر ولكن راه كيتشرب الحجر هكا حتى حنا كنشريوه يعني الا بغيتي تشري في جديد راه خصك 10,000 الفوق وكيقول كيتباع المارياج بالموديل يعني هو واحد المجرد غزال عند الزكريا اللي بغى شي حاجه بغى شي يزيد يلبس اللي كيبغي شي حاجه كبيره اللي كيبغي شي حاجه زوينه باينه واخا ما يلبسهاش يخليها عنده في الدار شي حاجه اللي انيقه وشي حاجه اللي واخا قديمه عندها واحد اللوك زويون ها انتم شوف كيفاش مخدوم واعر هذا مستعمل نقرا شويه ديال الكومونتير ديالكم توحشت نقرا شويه ديال الكومونتير ديالكم ونستجب معكم ازرو اسماء مرحبا بك اختي وجده مدينه ازرو هي في كيتواجد متجر مجوهرات غزه عند زكريا رقم واحد زدنا قسم مسكو احدها في ازرو ازرو كتواجد في اطلس المتوسط وجده ناس الشرق سلا مرحبا نشوفوا الحباب ديالنا في كاينين ناس مكناس مرحبا العاصمه مكناس سويسرا ايطاليا وجده خريبكا ابيجاد خاتم راه كوبيز واخا اختي مرحبا راه موجود غير صبري معايا وجده اسبانيا الجاليه تاهي راه حاضره مرحبا بها كاع الناس اللي غادخلوا للمغرب مرحبا بكم كامل الجاليه المجاورات غزه عند زكريا والناس ديال البلاد راهم حدانا في اي دقيقه مرحبا بهم هذا قلت لكم مستعمل داير 420 درهم للغرام 410 درهم هي 41 اورو للغرام ثمن الغرام كيجي فيه 8.86 اخذوا 8.86 إذا ضربت فيها في 420 كتقام عليك ب 3720 ريال هذا البنات كيدير 6000 درهم جديد الناس اللي شراو راه غيخليو لكم في الكوموند هذوك اللي كيديروا 6000 درهم جديد اليوم عند مجوهرات غزة عند زكريا اللي تحطيه بالأسعار الخيالية ب 3720 درهم خاتم ديال المارياج مستعمل ثمن الغرام 420 درهم للغرام يعني حسن إلا بغيتي من بعد غير مع زعما الناس اللي كتسمع الأسمنة وما كتفهمش في اللايف بعض المرات سمعتي 3720 درهم داير الثمن غدير 3720 درهم غتقسمها على 420 درهم للغرام غيعطيك الغرام ديالو هو شحال فيه ها شوف شوف تبارك الله شحال شاد لي فليت مازال ما درتش السكوش ولا بغيتي تغسلو راه تردو بحال ما عمرو تلبسها هذا 420 درهم للغرام مستعمل حتى هو عندي من تهلا فيكم في المستعمل شتي اليوم اللي جاي تفرج في اللايف ان شاء الله يد كلشي غيدي شي حاجه غنبدا معكم في شي بياسه مستعمله ولا نمشي معكم في الجديد عندي كان بغيت نوز لكم غير شي شويه ديال السنيسله الصراحه الله عندي واحد البراش لي غزال جبتو لكم بعدا اللي بغاه غنحاول ندوز كاش شويه شويه باش كلشي نديرو له الخاطر وكلشي يشوف داكشي اللي بغاه عندي هاد البراسيد ميسيكا ديال 4900 درهم ولكن شوف على خدمه 750 انا زومي لكم باش تشوفوا هيا نتمنى الصوره تكون واضحه شويه 750 من احسن الخدمات اللي كاينين هو 750 هو اغلى كاع ذهب في المغرب كيكون حيت الفيني مزيان ها هو 4900 درهم هادو كيتحركوا خلاص ها انتما كيهبطوا يجيو يمشيو يتحركوا 4900 درهم 4900 درهم العوينه الكبيره موجوده 4900 درهم 98490 ديال الاورو نسيت لكم واحد الحاجه ما فكرتونيش فيها القياسات كنعطيكمش قياسات بزاف القياس خلاص ستوندر 6 سنتيم يعني اليد اللي بغات شي حاجه روميه شي حاجه صحيحه للدوام للخدمه للخروج ها هو ب 4900 درهم ما شاء الله ها انتم شوف شوف على الخدمه فيه كيداش يعني فيه شي شويه الحجات ودوك الحجات مفينين بغينا لميزات المستعمل بارطاجي وانا نزيد لكم غير في المستعمل اقسم بالله بارطاجيت وانا نزيد لكم غير المستعمل غير فوتوا ال 100 عاوتاني نتهلا فيكم غير في المستعمل عندي اكثر من 30 بياسه للسنه يلا ونو بياسه راني دوزت واعر
غنوريكم واحد يلاه فاش قلتي لي نستعمل. هيا غورميت ديال الاس. شوفوا شوفوا كنتهلا فيكم في المستعمل، كنبغيش نغسلوهم ونبيعوهم لكم جديد. لا ما نديروش معكم حنا داكشي، جديد جديد والقديم قديم. التجاره كتكون على اساس الثقه هي الاولى، ها هي قديمه وبالاستطاعتنا نغسلوها وردوها لك جديده. هايا هادي مستعمله حتى هي غورميت ديال اس. وها نتوما شوفوا ديما من جواز غزه عندنا كيجيب لكم غورميت شي مستعمل، داك المستعمل اللي راشي وداك المستعمل اللي ملبوس بزاف وما نقدروش نعطيو حنا نعطيو لواحد اخر ما يعطيناش خاطر نعطيو. ها انتم الغورميت شوفوا ديما تشوفوا في الليل كنعطيكم غورميت مسدود ديال الاسنان، يعني ما ملبوش، يعني ما ملبوش، داك اللي ملبوس ومحل الاسنان كنصيفطوه ليدوب. العوينه كبيره مرحبا اختي، العوينه الكبيره ديال 2000 درهم 40000 ريال، ولا التوصيل مجاني لجميع الارتيكلات مجوهرات غزه عند زكريا. هادي مستعمله، مستعمله هادي دايره حتى هي 400 غير 460 درهم للغرام. يلا ها هي ب 460 درهم للغرام، غورميت هميزه واعره ب 9200 جديد، راه كدير 10000 حتى 10200 جديد للغرام، يعني 50 درهم ناقصه عليك في الغرام. فيها 18 غرام البنات، 18 غرام فاصله 0.4 وغنتاكد حيت الكريمه كيف قال لكم خصني نتاكد جوج المرات. 18 غرام فاصله 0.4 وي هاد لاغورميت المستعمله فيها 18 غرام فاصله 0.4 مستعمله دوزيام ما. ها انتما اللي بغاها وكنتمنى النصيب ديالو يخلي لي ميساج في واتساب ان شاء الله. الارساليات غتكون من غدا غيبداو الارساليات. 18 غرام فاصله 0.4 ثمن الغرام 9200 460 درهم للغرام مضروبة في 460 درهم للغرام كتخم 8290 درهم، هي 8300 درهم 166000 ريال، 166000 ريال كدير هاد لاغورميت اللي فيها 18 غرام فاصله 0.4 مستعملة. سلسلة اسم الثمن موجودين اختي السلسلات ب 600، راني كنحطو بالنسبة اللي بغا السلسلات ب 600 راني كنحطهم في يدخلو عندي لاباج انستغرام، راه كنحط لكم موديلات الواعرين هانتوما غتشوفوهم موديلات كيدوزو موديلات توب. اي حاجه موديلات كتشوفوا التصاور ديال اخر احداث الموديلات كتشوفوهم في الانستغرام فيسبوك، يعني سواء الناس الخواتم اي حاجه بغيتها. ها نتوما جميع انواع السميه قلب عليها في الانترنت وجي نخدموها لك. ها نتوما السميات فنين، شوف جميع انواع السميات كيبداو البنات دابا الى ما كيبداو غير 1200، ولكن لا 1200 غتكون صحيحه ابتداء من 1400، واخا تكون رقيقه ديال النيلو كتكون صحيحه، واخا رقيقه صحيحه ديال النيلو. واللي ما عندوش بلو كيبغي كيشعر واخا عنده كيبغي شي حاجه اللي رقيقه. المستعمل هو عندي اونسومبل المستعمل، يلا غنوريكم هذا الاونسومبل ديالي ديال كارتي، بارطاجيو وصل ل 100. انا على ما جبتكم هذا الاونسومبل المستعمل باش جبتكم اليوم، راه غنتهلا فيكم تقريبا لايف طالع غير بالمستعمل، يعني حنا ما نتبدلوش عليكم، وكيف كنوريناكم وريناكم المستعمل معاكم بدينا ومعاكم غنكملوا ان شاء الله، وبكم ان شاء الله زيد للقدام وبمجهودات ديالكم ومساعدات ديالكم والبارطاج اللي كديروا حنا زايدين القدام بكم ان شاء الله باش كاينين حنا. يعني علاش ما نوريكمش المستعمل؟ ما يعني كلشي يلبس وكلشي يستافد، الله يحسن العوان كاين اللي بغا يشري جديد وكاين اللي بغا يشري المستعمل، ماشي غير خص هادشي كله ديما هادشي يكون بزاف، يعني انسان في اي لايف دوز على الاقل واحد 10 بياسات المستعمل باش حتى اللي كان باغي مسكين يشري شي حاجه قديمه يلقاها. ما بغيش يشري جديد، باغي يشري موديل واحد الموديل قديم باش يلبسو واحد النهار يطلع له في الراس يبيعو ما يطيحش فيه. ها نتوما ولكن ماشي بالسلسله، يعني السلسله راه غير جديده غير بريزونتيتها لكم باش تبان لكم البونونتيف كي داير. هاد لونسومبل ديال لوفيس كارتي صحيح هذا مستعمل، شوفوا شوفوا هاد السلسله خلاص قلت لكم راها جديده اللي بغاها ثمنها بوحدو، هذا غير درت لها باش تبان لكم البوندونتيف. هاد لونسومبل مستعمل بارطاجيو، يلا بارطاجيو البنات هذا مستعمل. شوف واش غتشوفوا هاد لونسومبل في الصفحات ولا في المحل، ويوريك هذا قديم ما يوريكش هذا قديم. موديل ليفيس توب دي توب دي توب، عندو كليان ديالو خاص كيحماق عليه كلشي سامبل، يتلبس مع الفانكليفي يتلبس مع الكلو مع اي حاجه.
راتكو في المستعمل كانت عندي ديال الاس، ما عنديش راتكو اختي، ولا كنمشي عاجل ان شاء الله فاش نقلبو هنايا على المستعمل راه نجبدو لك. هذا ديال نصدمكم واقيلا الثمن ديالو، غيصدمكم ديما الجديد مع مجوهرات غزال ديال ديما الجديد. خويا عبد الرحمن مرحبا بالناس الجديده كاملين، ومرحبا بالمغاربه فيما كانوا. وازورك ان شاء الله خويا عبد الرحمن، مرحبا بك عبد الرحمن. واحد الاخ من المدينه الجديده، واحد الكليان ديالنا. وكيف كيف كيفكم تبارك الله كاملين، التعامل توب دي توب عنده. مرحبا بخويا عبد الرحمن، ومرحبا بكاع الناس. هذا البنات الثمن قلت لكم غنسلمكم، واخا شحال غيكون الثمن ديال هذا في القديم؟ شحال غنحسب لكم الثمن ديالو في القديم؟ يلا يعني عطوا الثمن نيشان، عرفتوا الكارتي شحال كيدير؟ هذا كيتباعوا بلي موديل، هذا كارتي مزيان صحيح. شحال تقدروا تشوفوا هادو في المستعمل؟ شحال تخيلوا يكون هذا في المستعمل؟ راكم عارفين الثمن ديالو، قلت لكم الا وصلتوا للجرام تشريه بالجرام راه كيوصل 550 درهم. الا بغيتي تشريه بلا راه 500 درهم ديال الدب وكتزاد عليه الخدمه. بغينا بغيت اختي اخو خيال العوينه دوزت نفسي. مرحبا اختي، غنوريك غير صبري معايا، صبري معايا ان شاء الله غندوز لك العوينه، غندوز كاع البنات كلشي. على ما تشوفوا تقولوا لي الثمن شحال غتوقعوا ديال اليوم، غندير لكم في الثمن القديم. نعبروا غنعبروا باش نقول لكم شحال داير، غنعبروا باش نعطيكم شحال فيه من غرام، شحال غنقول لكم الثمن غرام. على ما نشوف التوقعات ديالكم، واش بديتوا كتراجعوا معنا الاثمنه وكتحفظوا معنا الاثمنه، يعني اللايف كتستافدوا منه، حيت بزاف الناس تبارك الله بواحد الكميه كبيره زعما الناس اللي ملي لايف ولو كيعرفوا الموديلات ولو كيعرفوا السميه ديال الموديل، يعني ما ولا كيعرف الحاجه اللي صحيحه ولا ما صحيحهاش، الحاجه اللي ثقيله ولا ما ثقيلهاش. هذا فيه 21 غرام فاصلة 65 كنظن، 21 غرام فاصلة 65، خمسمية درهم. لا أنا قلت لكم أنا قلت لكم الثمن ديال الغرام شحال غنحسب له، ماشي هو الثمن ديالو، هو راه ثقيل هو. هانتوما هذا مستعمل، قلت لكم شحال فيه ياك، والله إلا نسيت بالله، 21.65 بلا سلسلة. أنا كنعاود نأكد لكم، أنا غنوريكم السلسلة ولكن راه بلا سلسلة، السلسلة راه غير كنبريزونتيها باش تشوفوا الموديل ديال. هو فيه 21.65 غرام لونسومبل بلا سلسلة مستعمل، الثمن الغرام ديالو هو يا لالا غير 460 درهم، الكارتي ب 460 درهم عند مجوهرات غزة عند الزكاه. يا سلام، اونسومبل كارتي ب 460 درهم للغرام، فيه 21.65 غرام، 21.65 غرام. هاد السلسلة جديدة، بغيتي تاخد السلسلة كاينين ناس هذا وكاين موديلات اخرين، بغيتي تاخدو غير هكا ممكن تاخد حتى ثلاثة د البياسات كاع منه كاع.